يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الرجل المسجد وكبر لراتبة الظهر مثلا، ونوى كذلك سنة الوضوء، ونوى بها كذلك سنة الوضوء وتحية المسجد زيادة على نية راتبة الظهر، فهل وكان مختصر؟ هذا يريد الاختصار، يريد الاختصار. إن كان الوقت واسع يا أخي فلا تبخل على نفسك، صل صل وتؤكثر من الصلاة، لا تختصر، اختصر لك الأجر مثل ما تختصر في العمل. لكن إذا صلى ناويا تحية المسجد، ناويا راتبة الصلاة، إذا صلى ناويا راتبة الصلاة أجزأت عن تحية المسجد، أجزأت عن سنة الوضوء، لأنه يصدق عليه أنه صلى بعد هذه العبادات، يصدق عليه أنه صلى. نعم.